يا عزيزتي استلمي كل خير الأكوان، آمين. وأنت قاعدة كونية عظيمة، وكلنا نباركها أختنا. حقيقة وعدها جلسات عظيمة وسفرات عظيمة تستلم محبة الأكوان وخير الأكوان. آمين آمين آمين. يا عزيزتي تفضلي. رب العالمين يبارك أستاذ. أنا يا في هذه عزيزتي الجلسة أستاذ، منذ البداية حتى النهاية، كلما كنت تقول لنا أنتم الضوء الأبدي، أنا نعم، أسمع هذا الصوت للأكوان الذي هو صوت الشوكة، أي كان مرافقا للجلسة نعم، كلها من البداية إلى النهاية. رائع جدا. أي أشوفت أنا نفسي ضوء، و يعني كون كبير جدا من نعم الضوء، ولما انتقلت لك كوكب الأندروميدا أيضا وجدتهم يلقون التحية، ودخلت بنفس الطريقة للغرفة، نعم وأيضا كنت أندروميدا. الله رائع جدا. إيه ولما دخلت إلى الجهاز الزجاجي، كان هناك في الجانب الأيمن من الصندوق كائنات متعددة، منها فيلة، ومنها تنانين، نعم وأسوديين، الله، كانوا إيه كائنات كثيرة، إيه حتى حولك أني يعني، إيه حول الجهاز. نعم وعند رأسي كانت كائنات الأندروميدان. مدهش. إيه كنت أخذ هذاك الضوء الذي كانوا يرسلوه لي، وكنت أحس أستاذ كأن هذا جسمي في الأرض، أحس كأن شيء يتحرك هكذا فوق ملابسي، وكأن حركات أحسها تماما يعني بالحس الأرضي، نعم أحس أن جسمي فيه حركات. ولما يعني أرسلوا لي الضوء من العين إلى القلب، من الرأس إلى كان القلب قصدك. تمام من الرأس أي إلى القلب، نعم كان قلبي ينتفض جدا، يتحرك بصورة قوية قوية جدا وينتفض، حتى أني أنا أهتز بكثرة انتفاض مكان القلب. جسمك الأرضي قصدك. أي بعد ذلك لما أعطوني الضوء الأزرق، نعم أنا شفت نفسي كائن أندروميدان، لكن فيه جمال عجيب، جمال وأنت جمال في يعني. داخل الجهاز الضوئي قصدك؟ نعم، أي مدهش هذا. أي شفت جمال لم أراه من قبل صراحة، جمال عجيبة. عجيب جدا. المهم بدأوا يعطوني الضوء الضوء الضوء، و وتشعرين بكل جسمك اندروميدا. تمام يعني نعم هو نعم اندروميدا يعني تماما. نعم ايه الله رائع جدا. وأستاذ، لما خرجت من الصندوق، نعم كنت كبيرة جدا، طويلة، أطول من الأندروميدا، هذا مدهش. ايه حتى وايضا أنه بجسم الاندروميدا قصدك. ايه وكان مشع، الضوء كان فيه ضوء مشع، جسمي نعم أكبر منهم، وهم يرفعون رؤوسهم هكذا يعني أيوة. ينظروا إلي. وفي هذه اللحظة أنا خرجت، وباركوني، نعم مدهش وألقيت تحية على كل الكائنات وخرجت. هذا. إيه رائع جدا. والآن كيف تشعرين؟ أحاسيسك مشاعرك الآن يعني. أنا في مشاعر جميلة، إيه وجسمي أحسه خفيف، وهذه الأيام أستاذ أنا أحس كأن أرجلي تزداد طولا. اي طبعا طبعا. واي نوت هي فعلا. اي وهذا مسألة جدا عادية يعني. طبعا أنا تغير، ألاحظ تغير لما جدا كبير بالوعي، تغير بالوعي جدا كبير. اي لما وحتى اريد أصل اقول لك شيء يعني، حتى الذكاء في زيادة، نعم الحكمة، أستاذ صحيح المحبة. اي صح أستاذ، أنا لاحظت حتى الذكاء ازداد عندي اي شيئا، نعم لأنني أحس به أيضا. امين. اي طبعا رائع هناك جدا. تغيرات عجيبة، امين. رب العالمين يبارك الجميع. استلمي محبة الأكوان واستلمي خير الأكوان. كلنا نقول باتجاهه. وتعيش أختنا قوة أبدية، وضوئك يا أختي ضوء أبدي، ضوئك ضوء أبدي ينير كل الأكوان. آمين آمين. آمين آمين.
يا عزيزتي مبارك حياتك العظيمة، وأنت ضوء أبدي وضوء كنير كل الأكوان، آمين وتعيشين آمين. حياة عظيمة ممتلئة حياتك بالسلام والفرح الأبدي اليوم وكل يوم. أيضا عملتي آمين. الجلسة الثانية؟ نعم أستاذ، عملتها. يا عزيزتي رائع جدا. إيه؟ كيف تشعرين الآن؟ أشعر بجسمي خفيف اي ونشاط رائع جدا. ايه امين امين. هذه المرة أنا شفت جسمي أكثر ضوء كثير في صح هذه الجلسة، اي وشفت هذا الصندوق الزجاجي كان نعم ضوءه يعني يشع لدرجة أنه ذاك الأزرق اي اختلط بالأبيض. اي وفي اللحظة اللي أنا كنت فيها داخل الصندوق، نعم شفت نفسي طائر كبير جدا له أجنحة عريضة، في داخل الصندوق. اي ويطير في مكان كله ضوء كتير كتير مشع هذاك عجيب. الضوء. اي واللحظة اللي قلت إن امتلئ بذكاء الكون، اي هذا مهمة. اي هذه اللحظة أنا شفت سفن عملاقة نعم كأني أرى تلك الأجهزة التي تحركها، كأني أرى تقنيات، يعني تقنياتها الداخلية، نعم كأني أرى تلك الأجهزة الداخلية فيها. نعم يعني كان شيء يعني دقيق ومنظم في التنظيم وفي الترتيب وفي كيف آمين صناعته، يعني آمين. عجيبة. هذا الذي شفته ورأيت نفسي هكذا طائر كبير، وأيضا في عالم مليء بالضوء كثير جدا جدا. لا بعد المركبات ماذا حدث بعد مشاهدتك للمركبات الفضائية؟ لا، لم يحدث شيء، فقط أنا شفت هذه الصورة أها لما قلت لنا امتلئ بذكاء الكون. نعم في هذه اللحظة أنا شفت هذه الكائنات أها وبعدها هذه يعني نعم كنت أنت بالجهاز الضوئي بهذا الجسم، جسم الطائر يعني. آمين يا رب آمين. أي خلاص. وبعدها خرجت من هذاك الصندوق وأنا ضوء كبير، يعني طيب ضوئي مشع. وقفتي أيضا في الغرفة يعني باركوكي كانت الدرومين نعم أم ماذا نعم حدث؟ إيه نعم وقفت وباركوني بأي جسم الآن عندما وقفتي؟ بهذا الجسم الضوئي الكبير. أها وكانوا يرسلوا لي أيضا ضوء كبير منهم، آمين. استلمي كانوا استلمي ضوء الأكوان. نعم استلمي آمين ضوء وخير أبدي وفرح أبدي. أي آمين عزيزتي آمين. كانت جلسة مليئة بالضوء كثير جدا، نعم يعني غالب فيها الضوء، هذا هو أي الغالب. رائع جدا. أي آمين. وبعدها رجعت إلى الأرض. نعم طيب رجوع لما كيف يحدث؟ لما ممكن تحدثين لم كيف يحدث إلى الأرض؟ أنت في في ترجعين ولا هذا هم يساعدوك؟ لا في هذه ال... هذه الجلسة نعم أنا شفت كأنه مكان، كأنه ممر فيه تجهيزات ضوئية حديثة، يعني لا أدري كيف أصفها. اي وبهذا المكان أنا أمر وأجد نفسي في الأرض. أنهم يرسلوني لهذا المكان ومنه أنا أخرج وأجد نفسي في الأرض. امين امين. اي طيب وهذه الجلسة تسمعين صوتي أثناء هذه الجلسة أم كيف لا مثلا؟ لا لا أستاذ، لا تماما في أنت تكونين هناك يعني. نعم في هذه الفترة التي أرى فيها أي الضوء وأرى فيها نفسي ذاك الكائن الطائر، نعم لم أسمع صوتك أبدا. أي استلمي يا عزيزتي ضوء الأكوان، وأنت ضوء أبدي وضوء كلنا نقول باتجاه رجاء. أنت ضوء أبدي وضوءك ينير كل الأكوان، وأمامك فرص عظيمة حقيقة، وحياتك عظيمة ممتلئة حياتك بالسلام وبالأمان وبكل حكمة آمين الأكوان. استلمي خير خير الأكوان، آمين استلمي آمين خير آمين عائلتك آمين الكونية، والأرض تباركك، نحن نباركك، الأكوان تباركك. آمين آمين آمين.
آمين آمين.